بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن لما قناتك بتكون صغننه كده وما عندكش متابعين كتير وقتها بتكون فيها اريحيه انك تتكلم براحتك، القناه بتاعتك مش كبيره فاذا مش هتاخد كلامك على محمل الجديه، ودي بقى احلى حاجه عندنا هنا في القناه والمواقف دي بالذات اللي بتخلي الواحد يحمد ربنا ان القناه مش كبيره. مشكله الزمالك في مصر انه ما حدش فاهم اي حاجه بصراحه وبكل موضوعيه. ليه بقى ما حدش فاهم اي حاجه؟ لان ما ينفعش ان انا البس كل حاجه لاشرف صبحي، لان اشرف صبحي راجل هو مسؤول في الدوله المصريه، الدوله المصريه قررت انها تتخلى عن مرتضى منصور وتسقطه في الانتخابات بتاعت مجلس الشعب، وبعد سقوط مرتضى منصور كلنا كنا مستنيين ان مرتضى ياخد الصابونه، بس مرتضى ما خدش الصابونه وما اتحبسش، مرتضى تم رحيله من نادي الزمالك، ودي حاجه كانت قليله جدا على اللي احنا كنا متوقعين ان مرتضى منصور هيحصل فيه بعد ما الدوله ما تقرر انها تستغنى عنه، بس بعد ما الدوله ما قررت تستغنى عن مرتضى لان مرتضى ما اتحبسش وبدا يرفع قضايا وبدا يتكلم على ان هو محتاج يرجع نادي الزمالك والراجل اتظلم ومجلس منتخب وشرعيه ومش شرعيه، مع ان نفس المجلس المنتخب ده اللي ما كانش بيدخل فيه النائب بتاعه هاني العتاوي ولا كان بيدخل عبد الله جورج اللي هو انا نائب انا شغال مزاجي يابا، الشرعيه دي بتاعتي انا لان انا نجحان انا، انما النائب بتاعي والعضو بتاع مجلس ماليش دعوه، انا هعمل انتخابات جديده وهرجع احمد ابني تاني وهعمل انتخابات على مين صندوق وفي الاخر معاه شرعيه. مرتضى كان بيعيش في النادي فساد ومرتضى كان سبب كل الكارثه اللي موجوده في النادي، ومنها مثلا قضية فرجاني سازي. الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه قال ان فرجاني من حقه ان هو يدور على مصلحته، ومن حقك ان انت كلاعب كرة تدور على اللي هيدفع اكتر، ومن حقك انك تروح تشوف العائد المادي هيجي لك في انهي مكان وتروح ليه. كنا متفقين احنا على القصه دي. طب النهارده بقى جايين نتكلم على مشكله الادارات. ايه بقى مشكله الادارات؟ مشكله اداره نادي الزمالك ايام مرتضى منصور ان ما كانش في فلوس، ما كانش في فلوس، ده معناه ان اللعيبه ما كانوش بيقبضوا، ومعنى ان اللعيبه ما كانوش بيقبضوا معناه ان كان في مشكله. انا فاكر ميتشو لما جه يتكلم في موضوع المستحقات مرتضى قال له على بالك، كل مدير فني كان بيتكلم مع مرتضى منصور حوالين مستحقات اللعيبه على بلدك مالكش دعوه باي حاجه، انا مشغل النادي ده سبوب انا واولادي، عاي مش عاجبك خور في داهيه. فالناس كلها كانت تقول لك الدرع والسيف والاسد وكده، يا جماعه درع وسيف واسد على اللعيبه دي اساسا ما بتاخدش فلوس، وكانت الفضايح اساسا كتير جدا جوه النادي والمشاكل كتير، واضح ان اللعيبه خلاص كانوا جابوا اخرهم، ومنهم كان فرجاني اللعيب المفترض ان هو اجنبي ومفترض ان انت تكون عندك التزام ناحيته وبتسدد له فلوسه اول باول. لا انت بعد رحيل لجنه بعد رحيل مرتضى منصور وبعد ما لجنه نادي الزمالك الجديده جت لقيت ان فرجاني ليه 7 شهور من المستحقات القديمه قبل ما يتكلم في فكره التجديد. فرجاني كان بيتكلم على الفلوس القديمه بتاعته، فرجاني كان بيتكلم معاك على الفلوس القديمه، انت قلت لي والله ما فيش فلوس. طب معنى انك ما فيش فلوس معناه ايه؟ انك مستني رجال الاعمال بقى الزملكاويه اللي هم رجال الاعمال الزملكاويه بيتكلموا على ان الزمالك والزمالك ده العشق وكيان، وان احنا القصه مش قصه كان بطوله، ده عشق من الطفوله. وقت الجد كله قال لك طب انا هستفاد ايه؟ هو في انتخابات جايه؟ لا ما فيش انتخابات جايه. طب انا هرمي فلوس في النادي باي اساس؟ طب يا اسطى انت مش زملكاوي بتحب النادي وكان؟ لا لا الكلام ده كلام مصالح، انما وقت الجد لا انا هستفاد ايه؟ فوقتها الزمالك كان في مشكله ان كان في لجنه معينه ما تفقهش اي حاجه في عالم كره القدم، وكل الفكره بالنسبه لها ان هي بتتكلم في الكوره كشو وبتتكلم على اللعيبه كشو وقناه نادي ما حدش فاهم هي ماشيه باي طريقه. ومره واحده بنقرر ان احنا محتاجين نروح نجيب لجنه جديده علشان خاطر وزير الشباب والرياضه شاف ان اللجنه المؤقته فشلت في الاداره، فما تدعيش للانتخابات لان راح اجيب لجنه مؤقته ثانيه. وبعد ما اللجنه المؤقته الثانيه ما تيجي يقال ان هم كان فيهم عضو الراجل صاحب شركه مولتو وقال لك انا هجدد لفرجاني وباع الوهم للناس. وقتها فرجاني وكيل اعماله كانوا مقررين خلاص الموضوع خلص بالنسبه لنا، اهم حاجه نتكلم في القديم وموضوع الجديد ده مش عايزين احنا نكمل في الزمالك. ودي بقى كانت المشكله ان فرجاني كان محدد موقفه وكل البيئه اللي حوالين فرجاني كانت عارفه ان فرجاني ماشي، بس المشكله كلها ان الكلام ده ما كانش بيتقال للجمهور، بالعكس تماما كان الجمهور عايشينه في وقت البطيخ اللي هو يا جماعه فرجاني بيحب النادي، فرجاني قاعد، فرجاني مكمل، فرجاني مستمر. طب وقت الجد لا يا جماعه فرجاني كده كده ماشي، وفرجاني قال البيئه المحيطه بتاعته ان هو ماشي. وكلام كابتن خالد الخندور النهارده قال لك انا ما اتفاجئتش برحيل فرجاني، فرجاني ودع كل الناس اللي بيحبهم قبل ما يمشي. طب ما قلتش الكلام ده للناس من اول ما فرجاني مشي ليه؟ بقى بجد انا ما قلتش الكلام ده للناس من اول ما فرجاني مشي ليه؟ ولا انتوا عايشين الناس للوهم علشان خاطر لما الترند بتاع رحيل فرجاني يجي تقعدوا بقى ترجعوا نغمه لو مرتضى كان موجود، ومرتضى لو كان موجود كان زمان فرجاني دلوقتي جدد. هو مين سبب كل مشاكل الفرجاني راحت بسببها دي؟ مش مرتضى برضو؟ لا ما هو السكريبت اتغير بقى، ما احنا لقينا عبد الناصر زيدان بيعتذر لمرتضى منصور، ومرتضى بدا ان هو ترجع له قوته واحده 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 بعد المشاكل الداخليه اللي مصر فيها دي، فهنحاول ان احنا نرجع مرتضى منصور تاني علشان خاطر نرجع تاني لنظام بص العصفوره. فاحنا مضطرين ان احنا بقى نتكلم في السكريبت التجميلي بتاع مرتضى اللي هو يا جماعه مرتضى منصور مظلوم، مرتضى منصور قبل الاسد، مرتضى منصور لو كان موجود كان فرجاني زمانه جدد. فهمت القصه ماشيه ازاي يا عزيزي؟
فبصراحة الموضوع صعب جدا ومؤلم بالنسبة لجماهير النادي الزمالك. الموضوع بالنسبة لك دلوقتي انت مش فاهم انت بتتعاقب على ايه، يعني في رجال الاعمال اللي كانوا بيتكلموا على حب النادي الزمالك مش موجودين، اللعيبة ما بتاخدش فلوسها، لجان مؤقتة بيتم تعيينها انت مش عارف بناء على ايه، انتخابات وزير الشباب والرياضة ما يقدرش يحدد، إقالة مرتضى منصور زي ما قلت لك في بداية الفيديو، لو الدولة ما كانتش مقررة ان هي تدي الصابونة لمرتضى ولا أي وزير شباب ورياضة خلقه ربنا في هذا البلد كان يقدر ان هو يكلم مرتضى منصور. ونقفل بقى على الفيديو ده قبل ما حد ما يتابع ونلم لايكات والكلام ده، فلقينا نفسنا لبسنا في كلابوش. فبص يا صديقي ابوس ايدك، يعني لو عجبك الفيديو ما تعملش لايك، ما تعملش لايك، اللايك هنا حرام وبيضر دلوقتي، ولو ما عجبكش فانزل اعمل ديسلايك عادي، واتمنى ان الديسلايك للفيديو ده تحديدا يكون اكتر من اللايك علشان خاطر لو اللايكات كترت انا هتعبس، فبلاش يا صديقي تعمل اي لايك.